أشتاتا أشتوت بدأها لكم المهندس عادل أظن بعمل سفلي في الجول. التوبيخ والتبويخ لما توبخ واحد ولما تبوخ قوي. وتساؤل السيد الوزير، التبويخ عقوبة فيها نوع من ان انت بتوبخ واحد او بتلومه او بتعنفه او بتوجه له انذار. بالمناسبة اللي صدر عن لجنة الاخلاق والانضباط في اتحاد الكورة في توجيه عقوبة التوبيخ للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الاهلي، ده نص موجود في اللائحة ومنصوص على معنى التوبيخ، او هو طبعا في القانون دي عقوبة موجودة، بس كمان تم النص عليها في اللائحة انه تعني توجيه خطاب للشخص المعاقب تخطره بحجم ما ارتكب من خطأ سلوكي تجاه الواقعة درجة أعلى من اللوم. بالظبط. ما هيش عقوبة لكن درجة أعلى من اللوم. لحد كده بقى لا، لوم مكتوب. لوم مكتوب بخطاب بعلم الوصول، نظام أدينا نبهنا عليك تاخد بالك. كابتن سيد عبد الحفيظ عنده كل التقدير والاحترام للحكام، ولما كان بيطرح وجهة نظر كان بيطرحها بتزعل بعض الناس، لكنه كان بتبقى تساؤلات، وتساؤلات خاصة في مجال التعيينات، سياسة تعيين الحكام. هو ليه ما عاقبوش الكابتن سيد؟ جزا يعني واضح، يعني في ناس كتير ايه التبويخ دي؟ التبويخ توبيخ التبويخ انت لخبطتني لان الكابتن سيد ذكي ومهذب، وكان يغلف انتقاده في شكل تساؤل مهذب، وكانه يعني مش بس هو تساؤل يحمل راي. ايوه. فهو يعمله ايه في الحاله دي؟ التوبيخ. لكن غيره لا، بيجرح بيبوخ بيجرح بيبوخ. وبيشتم واتهام مباشر يعني.